السلام عليكم، صلوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رمضان كريم مبارك. مباراة المنتخب الجزائري ضد المنتخب البوليفي، مباراة أنا شخصيا لم أشاهدها لسبب ولا أسباب شخصية. حسابي في الانستغرام الجديد موجود في الديسكريبشن بوكس، مرحبا بكم كلكم. قميص كريم بنزيما الاتحاد. المنتخب البوليفي منتخب أنا شخصيا ما نعرفش عليه يعني أمور كثيرة، ولكن أعرف بأن كرة القدم في أمريكا اللاتينية هي مطورة نوعا ما. المنتخب الجزائري بقيادة مدرب جديد، المنتخب الجزائري بعد خيبة في كأس أمم إفريقيا أعزائي المشاهدين، خيبة مور خيبة. طبيعة حال تم تغيير شيبي بن سبعيني عطال زروقي. طبيعة حال هناك تغييرات. هو المدرب الجديد، المدرب الجديد طبيعة حال سنرى كيف ستكون النتائج مع هذا المدرب الجديد. الملعب هنا في الجزائر ملعب جميل صراحة، حضور جماهيري يعني في شهر رمضان كان حضور تدريجي نوعا ما، في بداية المباراة كان حضور ضعيف، ثم ولا الناس يوصلوا بعد صلاة التراويح. ها المنتخب مع نبيل بن طالب، رايان آيت نوري، صراحة الأسماء موجودة يعني أسماء كبيرة. عودة ياسين إبراهيمي كما تشاهدون، ياسين إبراهيمي اللي يلعب في الدوري القطري، واحد من اللاعبين اللي صنعوا تاريخ مع نادي بورتو وأدى مباريات كبيرة. أوكي فرصة أولى، فرصة غريبة ضاعت هنا. شوف غويري حط الكرة على مرتين، شكون هذا بنجاح؟ راحت أول فرصة في البداية. معليش يعني هنا مباراة ودية عادي، لكن يعني يجب ضبط الأمور. بوم عطال يوسف، يجب ضبط الأمور في هذه المباريات الودية مهمة جدا، خاصة يعني رانا في مرحلة انتقالية في المنتخب الوطني وهي من أصعب المراحل. لما يكون عندك منتخب ثابت اللهم بارك، من لما تكون هناك فترة انتقال. شوف تسديدة عطال، عطال اللي رجع في الدوري التركي، عطال اللي عوقب بسبب القضية الفلسطينية، اليوم راه في الدوري التركي ينشط بعد أن تم معاقبته في نيس الفرنسي. شوف الكرة صعبة عند بوليفيا، تسديدة جانبية. أوكي يعني شوفوا ربع ساعة فيها بعض الفرص من كلا الطرفين، كانت فرصة خطيرة للمنتخب الجزائري ولكن مرت بسلام. أنا الكنترول تمريرة ممتاز، هناك واحد المشكل. هناك مشكل عويص نوعا ما في الدفاع الجزائري، سكل اللي يلعبوا في محور الدفاع. شوف ابراهيمي تسديده، لاعبي محور الدفاع الجزائري ثقال في السرعه، يعني ثقال نوعا ما، يعني مثل روديغير مثلا. لما تكلم على روديغير ما فيش ضربه جزاء سيدي الحكم، ماذا يقول الحكم؟ ما فيش ضربه جزاء عرضيه يا ثنوري. يعني التشكيله انا مازال ما فهمتش، نشوف بانه يلعب بثلاثه في المحور صح. كرة عند آيت نوري، تسديدة باليمين، آيت نوري يسدد باليمين ويسجل باليمين. آيت نوري لاعب نشيط بالقدم اليمنى وحتى باليسرى، يعني هي القدم الأساسية ولكن حتى باليمنى يبدع. إبراهيمي تعطي الكرة عند بن طالب، بوم يا بن طالب تسديدة جميلة صراحة مرت بسلام. أوكي ياسين بالقدم اليسرى يحط روتري ولكن دفاع يدخل. أوكي عطال ممتاز، هايلة تسديدة. شوف يوسف بليلي غايب عن المباراة، واعتقد بأنه لم يستدعى بسبب العقوبة على حسب ما اعتقد معاقب يوسف البليلي. كرة من آيت نوري توزيعها، ويوسف البليلي انا نشوف بأنه لاعب يجب عليه انه يركز اكثر، خاصة انه راه في مرحلة اخيرة لكي يخرج من الباب الواسعة، يعني راه في المرحلة الاخيرة تاع المسيرة تاعو مازال، ولكن يعنيش انك يعني تنهي مسيرتك يعني بطريقة غير جميلة. اوكي ياسين إبراهيمي، ياسين يتوغل، مازال ياسين يحاول، ومازال ياسين مثل ما عهدناه، مازال ياسين تحسه كأنه يعني معتاد على المنتخب، وصح عنده خبرة في المنتخب يعني برغم انه لم يستدعى في الكثير من الفرص. كرة ياسين إبراهيمي يسقط، ياسين تسديدة غويري، الهدف الاول لصالح المنتخب الجزائري، هدف اول، والجماهير الحاضرة هنا الصراخات والصيحات. نبيل بن طالب شوف الكرة كيف كانت من إبراهيمي، يسقط ينهض يمرر يعطي اسيست غويري يسدد، والكرة تصطدم بالمدافع وتدخل داخل الشباك، وبيتكوفيتش المدرب الجديد يصفق للاعبين. يعني بطبيعة الحال يعني ما نشوف إبراهيمي صراحة، إبراهيمي نشيط جدا بسم الله ما شاء الله،
يعني إبراهيمي راح يكون عنده إضافة كبيرة في هذه المباريات القادمة لمنتخبنا الوطني. وأعتقد بأنه إبراهيمي لو كان في كأس أمم إفريقيا لكان هناك عنده وزن كبير في المنتخب صراحة، لأنه لاعب يجيد الاحتفاظ بالكرة. كرة تدخل دفاعي ممتاز توغاي هذا صح؟ أوكي صفرت نهاية الشوط الأول، صفرت نهاية الشوط الأول أعزائي المشاهدين بتقدم الجزائر 1-0. الشوط الثاني الآن أوكي إبراهيمي نبيل بن طالف وسط الميدان، كرة هنا عندي ساموندي. آه يا ماندي، آه يا ماندي. ماندي يقع يعني في خطأ، نتفهموه نتفهموه عادي. ماندي قدم الكثير للمنتخب هنا، يعني شوف الكرة يعني خطأ، يجب التسامل معه ومع مثل هذه الكرات يا عيسى. يا ماندي توغا يلعب في المحور، ماندي ومن بنزية هو صح. كرة جميلة وهدف جميل بلاسي ممتاز في الشباك. أوكي عيسى ماندي يعتذر، وليس لنا إلا أن نتفهمه لأنه هذه مباراة كرة قدم وفيها أخطاء واردة، تبقى مباراة ودية. عيسى ماندي لا تخرج من المباراة صراحة، قدم الكثير لمنتخبنا هذا ماندي، قدم الكثير والكثير. كرة من عمورة، عمورة تدخل توزيع رأسية هيلان شيبي والدفاع يدخل. آه ليس شيبي هذا، أوكي كرة عند عمورة، عمورة عمورة وإبراهيمي راح يعذبوا. ممتاز عمورة هنا، عمورة مرة والدفاع يدخل. شوف التوزيع رأسية كانت من قويري صراحة، قويري نشيط. هذا شكون هذا؟ آه بنزية، بنزية يأتي إلى المنتخب بعد غياب طويل. بنزية من اللاعبين المجتهدين أيضا، بنزية من اللاعبين المجتهدين صراحة. هاي الإبعاد هنا ممتاز، كرة عند المنتخب البوليفي، تسديد من بعيد مرة جانبية، كرة عند بوليفيا. عمورة في دور الدفاع، عمورة في دور المدافع. عمورة لاعب نشيط جدا، لما يدخل يعني يقدم كل ما لديه ويعطي كل مجهوداته ثم يعني يخرج. كرة هنا تسديد الدفاع يدخل على مرتين. ريان ايتنوري ممتاز عند عمورة، عمورة هاي للكرة ريان. جميلة جدا صراحة المثلثات هذه جميلة. شوف الوان تو بين عمورة وريان، لكن تسديدها لم تكن متقنة. معليش فكرة جميلة اوكي. خطيرة هذه الكرات، مثل هذه الكرات لا يجب التساهل معها، ولا يجب ترك المساحات والمسافات، ولا يجب ترك هذه الفراغات. يجب الضغط والضغط والضغط والتركيز. شوف هنا يعني فرصة مثل هذه لو كان لاعب مسدد جيد طبيعة حالة كانت تسديدة في الشباك مباشرة. تخيل معي توني كروس يسدد لك تسديدة هنا، يعني كرة عند المنتخب الجزائري. عمورة، عمورة يوزع الدفاع يدخل. بيتكوفيتش يقوم بالتوجيهات، يعني غياب رياض محرز ايضا. كرة عند ريان ايتنوري، بوم. اوه ريان قدم يمنى خطيرة صراحة، ريان قدم يمنى خطيرة، تسديدة قوية من ريان ايتنوري مرت بسلام. اوكي عند إبراهيمي ممتاز هنا، عند عمورة التوزيع والدفاع دخل الدفاع. ماذا يقول الحكم؟ طلب يعني مطالبة بضربة جزاء، مطالبة بضربة جزاء. بنزية، عمورة، ماندي. اوه في لمسة يد، في لمسة يد، في لمسة يد، ولكن الله أعلم. كرة المنتخب، اوه هدف ثاني للمنتخب البوليفي أعزائي المشاهدين، هدف ثاني للمنتخب البوليفي. الحارس بطبيعة الحال ما عندوش مساحة بينه وبين الرأسية في وقت حساس صراحة، والمنتخب الجزائري لما يتلقى أهداف في بلاده يعني صعبة صراحة. أنا عارف نتيجة المباراة ولكن لم أشاهد الأهداف، يعني هدف بشكل نوعا ما متساهل، كأنه تساهل مع الكرة. قلت لكم هناك خلل في محور الدفاع، لا أدري ما هو الخلل، لا يوجد الانضباط الدفاعي على حسب ما أعتقد، لا يوجد هناك تركيز وتمركز دفاعي ممتاز، شكل يعني غريب نوعا ما. طريقة تسجيل كرة من عمورة، توزيع الدفاع يدخل، تعود الكرة عند المنتخب الجزائري. هاي كرة بوليفي، الدفاع يدخل. عيسى ماندي رأسية ولا ممتاز، عطال يدخل، عطال بقوة، عطال بقوة كبيرة. كرة ما زالت لم تموت. هدف ثاني كان في سقوط من طرف يوسف عطال، ثم من تمريرة من عند من، كرة كانت تظهر كأنها ميتة ولكن شيبي هو اللي جابها صح. هذا لاعب جديد ما نعرفوش منصف، بنزية هو اللي سجل. شوف عطال اصطدام تاعو مع المدافع،
ثم طبيعة حال منصف هنا قاتل على الكرة وكافح وعطى تمريرة وممتاز بنزية العودة تاعو عودة موفقة. شوف الكرة كيف كانت تمريرة ممتازة والهدف هدف ثاني هدف تعادل في وقت حساس جدا بنزية طبيعة الحال. لاعب هذا اللي مرر هو منصف بقرار صح ما نعرفوش أنا شخصيا. كرة المنتخب الجزائري عيسى ماندي على مرتين عيسى ماندي يسجل الهدف الثالث الريمونتادا الجزائرية في وقت قاتل وقاتل 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 من هذه المباراة الودية المهمة جدا لمنتخبنا وخاصة في أرض الميدان في أرض البلد. شوف ماندي الأولى ماندي الثانية هدف الفوز مبروك للجزائر. طبيعة الحال انتهت المباراة بفوز المنتخب الجزائري بعد صعوبات يعني هناك صعوبات ما زال المنتخب يعني لم يجد نوعا ما طريق المباشر إلى طبيعة الحال إلى النتائج الإيجابية نتيجة إيجابية صراحة بصعوبة ولكن هذا يعني أمر إيجابي أنا أشوفه ويضيف لنا الأمل في رؤية يعني الجديد الإيجابي مع مدربنا الجديد بيتكوفيتش. أشكركم في الأخير لمتابعة هذا الفيديو صلوا على نبينا محمد نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.